توبة، انت عارف انك هتظهر وانك جاي يا اخوي. حد يسيب ليلته يا غشيم. جدع انت وراجل حبيب قلبي انت يا ابراهيم. طول عمرك شقيان عليا وبتحبني، لا عمرك بصيت لي في لقمه ولا حسدتني على نعمه. انا كنت هكلمك، كنت هرسيك على موضوع احسان. ما انا دريت، مش انا دريت وعرفت انك مجهز لي ليله من الف ليله وليله. حبيبي انت يا ابراهيم، ربنا يتمم لي بخير. مبروك عليا ليلتي يا ابراهيم، حبيب قلبي انت يا هيما. انت اتجننت يا توبة؟ انت جاي ترازيني في ليلتي؟ هي ممكن تبقى ليلتك صح وتزفف ابو كلابوش منه. طلع تليفونك، بعت لك 3 رسايل. ايه عنب؟ رسايلك مع سيد الاجنبي. تشتغل في المخدرات يا ابراهيم، مش عيب يا اخويا. تغير تسجيلات الفيديو بتاع يوم التسليم، ما راجل كان وسخ الله يكحمه غاوي تسجيلات، وانا بيني وبينك اتعلمتها منه. عشان كده ظبطتك في تسجيل في العربيه. امال انا ما جيتش ليه؟ احنا ركبنا عربيه متروسه مخدرات ومش بعيد تكون مرصوده من الحكومه، نروح في ابو نجل. صعبان عليا انت يا ابراهيم. انا مش عايزك تتحبس حبس مذله. ها تحب تكمل ال7 سنين مدة تانية، ولا تقايس وتبارك وتهنى أخوك وتخش تنقط؟ السكوت علامة الرضا.